النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال. ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية، لم يكن يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أتصدق، اللهم إني نويت أن أصوم، اللهم إني نويت أن أحج، ما كان يقول هذا. وذلك لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء، كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.